البداية والنهاية. نتقدم مع مياس العمير بن سير بن قنزول الشامسي من يقدم لنا مياس بالمركز الأول يلي على المركز الثاني، المركز الثاني فهنا يتقدم شعار أيضا له صولة وجولة ويشاركنا الفرحة ويشاركنا أيضا هذا المسير اللي هو المحيط الحمدان بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي هو من يقدم لنا المحيط بالمركز الثاني. والمركز الثالث فهنا شاهين الحمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي المتابعة من المركز الرابع، ورابع المراكز يأتي شاهين السعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي رابع النقلة التالية إلى المركز الخامس فهنا شاهين لمحمد بن سليم بن شويرب العامري يتقدم بالمركز الخامس. والمركز السادس فسادس المراكز سراب العلي بن عبيد بن سالم هو من يتقدم بالمركز السادس. والمركز السابع هداد لسعود بن علي بن سعيد بن راشد النعيمي. أما المركز الثامن شاهين للسعيدي بن سرور بن سعيد الاشتبي. والمركز التاسع يأتينا الغزال ناصر بن يوعان بن خلفان الشامسي. والمركز العاشر شاهين العوض بن محمد بن سعيد العفاري. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم في القمة وفي التحدي وفي شوط الضباب. شوط الضباب نعم، يوم ما عندك سبوق ما تياب ما تمرح غير في شوط الضباب. نعم الضباب متواجد وهني أيضا ميات متواجد على المركز الأول لابس عقال السبق منكوس ما دام عندي ولد ميات. هذا هو مياس بالمقدمة مشاهدينا الكرام العمير بن سهيل بن قنزول الشامسي بالمركز الأول، ولكنك حافظ على هذا المركز لين ما توصل المركز الأول في النهاية. نتابع المركز الثاني فيأتي شاهين الحمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي قادم أيضا من الوقن الجميلة ويسجل حضوره في هذا المهرجان. نقلة تالية إلى المركز الثالث فهنا المتابعة من شاهين لمحمد بن سعيد بن سليم بن جويرب العامري بالمركز الثالث. أما المركز الرابع، المركز الرابع أشوفه القادم اللي هو الغزال ناصر بن يعان بن خلفان الشامسي. نبغي نقول غزال ولا يصيدونه ولا صاد سهم صياد يصيد بنظرة عيونه هيهات وحلم ينصاد. هو يتقدم الآن، هو يتقدم ويصيد، بدأ يصيد المراكز تلو مركز نعم المركز الثالث، المركز الخامس، المركز الخامس هذا شعار عوض بن محمد بن سعيد العفاري على ظهر شاهين، على ظهر شاهين. شاهين أيضا يتقدم بالمركز الخامس. أما المركز السادس فهنا شاهين سعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي. والمركز السابع الوصول من هداد سعود بن علي بن سعيد بن راشد النعيمي. المركز الثامن، المركز الثامن على المحيط الحمدان بن حميد بن سلطان بن كديده. والمركز التاسع فهنا ايضا سراب العلي بن عبيد بن سالم يتقدم بالمركز التاسع. والمركز العاشر سراب المبارك بن محمد بن خيره بن عزيز الشريفي. هذه العشره، هذه العشره مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، وفي ايضا اسماء كبيره وشعارات صارت وجالت في الميادين ما وصلت إلى عالم الإذاعة على دكة الاحتياط وتنتظر أيضا دورها للتدخل بالكيلو المتر الأخير. انتظروا يا مشاهدين يا متابعين بقية الأسماء القادمة. هذه الأسماء التي أعلناها، ونعود مرة ثانية، نعود مرة ثانية إلى رأس وحربة هذا الشوط لنتابع البداية ونتابع التحدي في المقدمة. نتابع مقدمة الشوط ونرسل الأنظار إلى شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي. غير النتيجة لصالحه، غير النتيجة لصالحه. الله الأرقام، شوفوا الأرقام 7 و8، 7 بالمركز الأول على ظهر مياس عمير بن سهيل بن قنزول الشامسي، وهناك شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي الذي يحمل رقم 8 بالمركز الثاني. هني أيضا العفاري قادم، العفاري قادم بشعاره الجميل المحتفظ به أكثر من 20 سنة. هذا هو شعاره، هذا هو شعاره، لا غير لون ولا غير شعار أبدا، محتفظ بهذا الشعار. ويأتينا بالمركز الثالث على ظهر شاهين عوض بن محمد بن سعيد العفاري. يلا يا العفاري، الدروع هناك، العفار، العفار على أعصابهم الحين ينتظرون ويتابعونك على قناة ياس. نقول نبشركم، نبشركم أنه وصل بالمركز الثالث وفي طريقة إلى المواجهة الكبرى وإلى السيارة، إلى السيارة المرصودة لهذا الشوط
المركز الرابع. المركز الرابع يأتي الغزال ناصر باليوعان بالخلبان الشامسي. يلا يا الشامسي الجماعة روحوا عنك الجماعة. إذا كنت ناوي على السيارة حرك حرك شوي، طلع الحديدة طلع الحديدة، خلها الدور شوي، خلها يقترب من 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 الصراع. المركز الخامس، المركز الخامس يتقدم هداد سعود بن علي بن سعيد بن راشد النعيمي. خاو السعداء تسعد يا سعود، خاو السعداء، السعداء نقول كلهم سعداء، ولكن اللي في المقدمة ماخذين السعادة الأكبر والراحة التامة. هناك اللي بالمركز السادس، المركز السادس يتقدم شاهين السعيد بن يعقوب بن عبد الله السعيدي بالمركز السادس. والمركز السابع بالوصول من قبل اللي هو شاهين محمد بن سعيد بن سريم بن شويرب العامري بالمركز السابع. والمركز الثامن يأتينا زعفران الحمد بن مبارك بن حمد بن مبارك بن نابت، هو من يقدم جديدة وأول إذاعة، أول إذاعة بن نابت. هني المركز التاسع فيأتي مياس راشد بن ناصر بن مايد النعيمي. والمركز العاشر أرى أيضا شاهين محمد بن حمد بن يطبع العامري. هذه الأسماء أيها الحبل الكريم مشاهدين الكرام للعشرة المراكز الأولى في إذاعتنا وليدانا الثالث، وما زلنا في بداية المشوار، ما زلنا نروح نروح يا طيب، روح الحق ابن المقدمة، الحق ابن المقدمة يا شاهين. حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي هو من يصارع، ولكن عند العباري متعفرت، العفاري متعفرت، نزل شياطينه وزيارينه وعفاريته، الله عليه من العفاري. العفاري بدأ ينافس، بدأ يطلع إلى المقدمة، بدأ يطلع إلى مقدمة الشوط عوض بن محمد بن سعيد. العفاري لا تستعجل، العفاري ركز ركز، المسافة طويلة، المسافة عندنا طويلة، بيون أهل الطلايب، بيون أهل الطلايب واحد واحد بيون، ولكن هم ما فيهم صبر، أيون جماعة، أيون جماعي، هجوم جماعي يسوون، ولكنك استعد لهم، استعد. المركز الثالث فهنا مياس عمير بن سيل بن قنزول الشامسي من يأتي بالمركز الثالث. والمركز الرابع أقول هداد سعود بن علي بن راشد النعيمي رابعا. والمركز الخامس زعفران حمد بن مبارك بن النابت المري من يأتي بالمركز الخامس. والمركز السادس هذا ملبي أول إذاعة، أول إذاعة للسيد راهد بن بخيت المنصوري. وصلنا المنصوري، وصلنا المنصوري، وبدأ يحمر يحمر عينه وشوارب، روح المنصوري، لأن بدينا نواجه المنصة الرئيسية، نلف على زاوية الارتفاع ونواجه المنصة الرئيسية. وصلوا أهل الطلايب، وصلوا الجماعة، يا مرحبا الساعة، تفضلوا تفضلوا، السيارة موجودة والقهوة موجودة والناموس موجود والخير موجود، الخير موجود في مهرجان الحصن وكل المهرجانات. نتابع نتابع المقدمة، نتابع شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي. يلا يا الدرعي غير غير اليوم، الناموس بينك وبين العفاري، بين الدرعي وبين العفاري، أكيد أن الناموس جنوبي، الناموس إلى المصانع الجنوبية، بيتوجه إلى العفاري أو الدرعي، إلى الوقن أو القوع، هناك هناك الجماعة هناك يحلون ويسكنون، وهناك يفحمون وأيضا يدربون. يلا نشوف نشوف في ريس حمران، في ريس حمران. نتابع مشاهدينا الكرام المركز الثالث، فهنا يتقدم هداد سعود بن علي بن سعيد بن راشد الدعيم. والمركز الرابع، المركز الرابع قادم ملبي راشد بن بخيت المنصوري. وصلنا المنصوري بالمركز الخامس. والمركز السادس نشوف اللي على سادس المراكز، فهناك ايضا زعفران حمد بن مبارك النابت. وصلنا وصلنا بالمركز الخامس. والمركز السادس الهاجم ميات راشد بن نهار بن مايد النعيمي. يلا يا نعيمي، يلا يا نعيمي، حرك الله القادم، القادم سلود خليفة بن سعيد بن مكتوم لينيبي، لينيبي أول إذاعة، أول إذاعة. وناصر مهير بن علي بن كليب، يلا يا مهير، يلا يلا يا مهير، يلا بدينا بدينا ننزل إلى المعركة، بدينا ننزل إلى المعركة الحقيقية، المعركة الكبيرة. مشاهدينا الكرام نتابع المقدمة ونتابع شاهين حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي، الدرعي على المواجهة، الدرعي على الخط الأول، الدرعي ما زال يصارع على المركز الأول، ولكن المتابعة والمطالبة من المركز الثاني اللي هو المنصوري. هناك راشد بن بخيت المنصوري قدم ملبي ملبي ملبي، الوصول أيضا من قبل مياس راشد بن نهار بن ناصر بن مايد النعيمي. المتابعة من المركز الرابع هداد سعود بن علي بن سعيد النعيمي،
هذه الأسماء مشاهدينا الكرام. العفاري للمركز الرابع، أهني الهجوم من سلهود، خليفة بن سعيد بن مكتوم الجنيبي، ياكم الجنيبي ياكم، أعطوه المجال، سووا له طريق، سووا له طريق، لأن بدينا بعد أن صار واحد، صاروا 10، صاروا 20، صاروا 30 على المركز الأول، ولكن المقدمة مع ملبي، مع المنصوري رايد بن بخيت، المنصوري بالمركز الأول، هو من يتقدم ويقدم لنا ملبي بالمركز الأول. المركز الثاني أيضا له نصيب، شاهين الدرعي، حمدان بن سعيد بن ناصر الدرعي القادم، زعفران حمد بن مبارك آل نابت، وصل 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 وصل، ولكن يبو هداد هداد هد هداد انهد هداد، هو روح يا راعي هداد، روح يا راعي النامور، سعود بن علي بن راشد الدعيبي من يقدم لنا هداد، ولكن عنده سلهود اللي تابعه، سلهود اللي راقبه، سلهود اللي صارعه على المركز الأول. ياهو صراع، ياهو تحدي، ياهي إثارة. الناموس أين يذهب؟ الناموس ما زال حاير طاير. وصلنا ملبي راهد بن بخيت المنصوري وعند الزعفران حمد بن مبارك بن نابت، نعم بن نابت هو من يتقدم. هملول حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي، وصلنا أيضا هملول، سيف بن خليفة بن خميس الغويص. مشاهدينا الكرام، هذا هو الغويص، راعي هملول سيف بن خليفة بن خميس الغويص. سلام يا الرفاعة، سلام يا أهل راس الخيمة، سلام يا أهل الكرم والشيمة، سلام وتحية وتقدير للسيد سيف بن خليفة بن خميس بالغويص السويدي. هذا هو الغويص، غاص 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 إلى الناموس وانتصر، وانتهى الشوط بفوز اللي هو سيف بن خليفة بن خميس الغويص. نهني على فوز هملول بالمركز الأول، المركز الثاني سلهود خليفة بن سعيد المكتوب لنبي، المركز الثالث اللي هو زعفران حمد بن مبارك النابت، المركز الرابع طيب تصحيح على النتيجة اللي وصل بالمركز الثالث اللي هو هملول حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي، المركز الرابع زعفران حمد بن مبارك بن نابت، والمركز الخامس فهنا اللي هو ملبي راهد بن بخيت المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، الخمسة المراكز الأولى. نهني ونبارك للسيد سيف بن خليفة بن خميس الغويص السويدي، نهني على فوز هملول بالمركز الأول. والتوقيت الزمني 12 دقيقة يا بن طويلش، ونشوف الثواني. الأول ناخذ توقيت المركز الأول 12 دقيقة 40 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للغويص. المركز الثاني فهنا سلهود الخليفة بن سعيد المكتوم الجنيبي، التوقيت الزمني 12 دقيقة 43 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثالث هملول حاضر بن سعيد بن عيسى الفلاحي، التوقيت الزمني 12 دقيقة 43 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.